لحضراتكم على حاجة. بعد الحادثة بتاعت العريش دي نشطت اللجان الإلكترونية بتاعت الإخوان. وخلينا اعترف هقول لحضراتكم حاجة، انه تم التعامل من قبل الجهات المعنية وتم حصار اللجان الإلكترونية بتاعت الإخوان لدرجة كبيرة جدا. ويمكن اللي انا بأشير ليه ده أسرار دولة، يعني يجي الوقت اللي احنا نقول ايه اللي حصل فيه. لكن اللي يهمنا ايه، لقينا ان في حالة نشاط كبيرة جدا. اللجان الإلكترونية بتاعت الإخوان الآن وأنا بتكلم مع حضراتكم فيها بيقدر عدد اللي بيقودوها حوالي 50 فرد. ال50 فرد دول بيعملوا حاجة يعني مش خلية، لا يعني حاجة أشبه بالخلية. كل خلية بيبقى عندها توجيهات بتاخدها من الإخوان برة وتبدأ تكتب البوستات، بيبقى عندهم حسابات وهمية بعدد كبير جدا. واحد من اللجان الإلكترونية الإخوانية اللي تم التحقيق معاه وده ثابت في محاضر التحقيقات في النيابة، قال إن هو كان عنده صفحات وهمية عليها متابعين وصلوا لحوالي 12 مليون واحد. دول وظيفتهم إيه؟ وظيفتهم إن هو بيكتب مثل هذه التشكيكات في اللي بيحصل في البلد، وبيحصل ان هم يعملوا تعليقات على اللي بيكتبوا قيادات الاخوان بره فينتشر اكتر على شبكة التواصل الاجتماعي. سيبك بياخدوا كام وما بياخدوش كام، لكن عايز اقول لحضراتكم مثلا على حاجة، وده برضو من ارضية الخصوم وارضية استسلام الداخل، لان انا بقول لحضراتكم الخطر على البلد دي من جواها اكتر من الخطر عليها من بره. حصل امبارح كده استسلام رهيب جدا لمقال، مقال منشور في الفورين بوليسي الامريكية عنوانه الاقتصاد المصري ينهار. كويس، ورونا كده يا جماعة المقال ده اهو، الاقتصاد المصري ينهار. عدد كبير جدا من أساتذة جامعة وسياسيين ومثقفين وشعراء قعدوا يشيروا المقال ده ان دي الفورين بوليسي، السلام يعني حاجة وسيلة إعلامية أمريكية وبتتكلم عن انهيار الاقتصاد المصري. تفاجأ بإيه بقى؟ تفاجأ بإن اللي كتب هذا المقال اللي هو بيتكلم عن انهيار الاقتصاد المصري واحد تعرفوه كويس جدا اسمه يحيى حامد. عندنا صورة يحيى حامد يا شباب؟ اهو يحيى حامد اهو. مين يحيى حامد ده؟ يحيى حامد ده كان وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي. يكفي ده؟ لا ما يكفيش طبعا. يحيى حامد ده يا جماعة كان احد رجال خيرة الشاطر اللي هو كان نائب الاول لمرشد الجماعة، وكان عضو في لجنة الشؤون الخارجية في حزب الحرية والعدالة، وكان المتحدث الرسمي باسم حملة محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية. ولما انتهت الانتخابات ومرسي دخل الاتحادية وكان يوما اسودا يعني، فأصبح يحيى حامد مستشار لمحمد مرسي. جم وهم بيشكلوا الحكومة قال لك لا، هات يحيى حامد ده راجل عظيم وراجل عنده إمكانيات. كانت إمكانياته إيه يا جماعة؟ كان الراجل شغال مندوب مبيعات في إحدى شركات الاتصالات الكبرى. يعني إيه؟ بلاش نقول اسمها. مندوب مبيعات؟ آه مندوب مبيعات. طب مستو إيه؟ مستو إيه؟ مستو انه كان عضو تنظيمي مثالي داخل جماعة الاخوان الارهابية، لان هم عندهم الولاء اهم من انه يبقى كفاءة، فهو راجل مندوب مبيعات فجابوا مندوب المبيعات خلوه وزير استثمار عادي تمشي يعني. فده يحيى حامد. مش هي دي النقطة، مش هي دي النقطة. النقطة ايه؟ انه يحيى حامد ده كان مسؤول عن اول خلايا اخوانيه الكترونيه على الاطلاق، والكلام ده كان بدري قوي
لانه وهذا كلام يعرفه هاربين من جماعة الإخوان المسلمين كانوا شباب. فجأة كده لقينا على الفيسبوك صفحة اسمها أنا إخوان، كان بيعملها الواد عبد المنعم محمود، وكان واخد شقة للأجهزة بتاعته والحاجات في عمارة دوحة مسبيرو اللي هي في ميدان عبد المنعم رياض. كان المسؤول عن عبد المنعم محمود وخيرت الشاطر واللي كان بيدوره يحيى حام، فدول عندهم يعني خبرة في مسألة لجان الإلكترونية. وعايز أقول لحضراتكم إن أول لجان إلكترونية عملها خيرت الشاطر كانت لجان بيصف بيها خصومه داخل جماعة الإخوان المسلمين، وكان عبد المنعم محمود أحد وسائل تصفية، اللي هو الوقت مناضل يعني في لندن، فأحد وسائل تصفية الحسابات، وإنه خيرت الشاطر بيصفي خصومه داخل الجماعة بالعيال دي. كانت صفحة اسمها أنا إخوان، وكانت صفحة اسمها أنت عيل إخوانجي، اللي هو أول دول اللي هو ايه بواكير اللجان الالكترونيه الاخوانيه. فده يحيى حامد اللي كتب المقال في الفورين بوليسي. المفاجاه ايه؟ انه هذا مقال مدفوع. مدفوع يعني هو دافعين فلوس الاخوان عشان ينشروا هذا المقال في الفورين بوليسي. فانت ببساطه تاخد المقال وتشيره، يقول لك شهاده امريكيه، شهاده امريكيه، وتبدا جزيره تناقشه، تبدأ قنوات الإخوان تناقشه، وتبدأ المواقع الإخوانية تناقشه، والصفحات تناقشه، ويقول لك شهادة أمريكية. يا ابني شهادة أمريكية إيه ده؟ قاعد في شارع الشواربي بيكتب. لا، فأنت هنا الانتباه مهم إنك تنتبه إلى إنه هذا، خاصة إنه لما تقرا المقال، لما تدخل تقرا المقال، يعني أهو موقع عربي، موقع عربي 21 ناقلين المقال بتاع يحيى حامد. وهتلاقي حاجات كتير بالشكل ده. لما تيجي تقرا المقال في معلومتين فقط. معلومه قال لك انه 60% من المصريين فقراء، وما اعرفش الاحصائيه دي جابها منين، والدين العام. ولم يهتم، وده طبيعي لانك لا يمكن ان تطالب كاذب بان يصدقك. يعني هتطالب واحد كذاب انه يصدق معاك؟ مش هيحصل. لكن مش مشكلته هو كده. وعايز اوري حضراتكم يحيى حامد ده تحديدا فيديو صغير جدا وهو بيتكلم، واقول لكم دلالته ايه. سمعوني كده يا شباب. اني احكي لحضرتك على اجتماع حصل في رابعه العدويه، وكان مجتمع فيه كل التحالف الوطني، وطبعا الاخوان المسلمين موجودين. فالكلام كان واضح جدا ساعتها، احنا جماعه دعويه، هناك انقلاب قوي هيرقى لاحداث الخمسينات والستينات والقمع الشديد اللي حصل فيهم، فاحنا امام خيار تاريخي، اما ان احنا ننزوي ونعيد ترتيب صفوفنا والاخر، وتاخد الحركه بقى 10 20 سنه 30 سنه ايا ما كان، وتاخد مصر برضو نفس المده، وتاخد مصر نفس المده الى ان احنا نعيد ترتيبنا، وبعد كده ندخل بقى جوه اي اطار من الاطر، او زي زمان، او نواجه. وكان القرار بالاجماع، وانا كنت حاضر هذا الاجتماع، ان احنا هنواجه. طب احنا عارفين مغبه هذا الموضوع او تبعات هذا الموضوع؟ عارفين، كقوه وطنيه كلها موجوده في هذا المكان. فانت بتتكلم عن قتله، يعني هم في رابعه قعدوا وكان عندهم خيارين، خيار ان هم يتراجعوا ويعني يشتغلوا وبتاع، وخيار تاني ان هم يواجهوا، وهم عارفين انه المواجهه دي هيكون لها نتائج من القتل والسجون هم اختاروا الدم. يعني هذه وثيقه تدين جماعه الاخوان الارهابيه من على لسان يحيى حامد وزير الاستثمار ايام مرسي أن الجماعة الإرهابية اختارت الدم، وأنه كان في خيارين قدامهم، أن هم الناس يستجيبوا ويتجاوبوا وينخرطوا في العمل السياسي ويرجعوا كده ويهدوا ويسمعوا كلام الشعب اللي هو مش عايزهم،